السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات ولد المغرب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه واحد البنت كانت ساكنة في واحد الحي اللي وعادي من الأحياء الشعبية، كانت بنت عائلة يعني ملتزمة بزاف وحارصين على واحد الحرص اللي هو شديد بزاف، ما كتخرج ما تدخل الا بالاذن ديال والديها، وكتمشي مع امها وتجي مع باها، يعني اما كانت مع عائلتها اولا ما كتخرجش، نادرا في كتخرج اولا كتمشي مع صحاباتها غير بوحدها. مزيان هي كانت كبيره في عائلتها، عندها تقريبا شي 18 عام 19 عام بحال هكاك، وما كملاتش قرايتها، تقريبا وصلت المرحله الثانويه وخرجت، الباك ما خداتوش. مزيان هاد البنت هادي خرجت واحد النهار غتلاقى مع واحد الشاب، ماشي غتلاقى بيه وانما غادي يشوفها واحد الشاب كان كيجي عند واحد الاقارب ديالو تمايا، ماشي هو ولد دربهم وانما غير كيجي عند شي ناس من العائله ديالهم تمايا. هاد الشاب كان كبر منها شويه، المهم شاف البنت عجباته سوى عليها، عرفها بان ما كتخرج ما كتدخل والو غير الدار اولا كتمشي مع عائلتها، هو باغي شي مناسبه معينه انه يتكلم معها ويدوي معها، بغى يدير معها شي علاقه ويعرف عقليتها وما الى ذلك. هنايا حاول مرارا وتكرارا، هي عرفاته وعاقت به، ولكن ما كايناش شي فرصه مواتيه، السيده كتخرج مع ما ولا باها ولا مع عائلتها ما كاينش كيفاش. واحد النهار بقى حاضيها اللي حتى خرجت بوحدها تسخر اول شي حاجه، اولا كانت مع شي صاحبتها خرجوا هنا اللي حتى تبعها، وقف عليها ودوى معاها وعمر لها عقلها وقال لها انا معاك المعقول باغي نتزوج بيك وعجبتيني وكذا كذا كذا كذا. المهم البنت صافي اقتنعت به وبقات كتهضر معاه، ولات ديما كتسلس على دارهم بالتخبيه وكتمشي كتلاقى به، المره الاولى الثانيه الثالثه قال انا راني ناوي معاك المعقول وانا بغيتك بصراحه، والمره الاولى اللي شفتك فيها عجبتيني وباغي نتزوج بك. مزيان ما عرفات ولا شنو كيدير، لا فاش خدام، لا اخلاق ديالو كي دايره، لا حتى شي حاجه. مزيان هالبنت هادي كان جا في الاثناء هادي واحد الخطيب، كانوا جابوا الاب ديالها، واحد الخطيب باغي يخطبها. هنا قالت له، قالت لي شوف فلان راه خطبني واحد السيد جابو الوالد، وقال لي انت باغي هاد السيد؟ قالت لي لا انا ما باغاش، انا ما باغاش نزوج به، نبغي نزوج بك انت، ويلا سير قول الوالد وانا غادي نقول ليه موافقه عليك. قال لي لا انا دابا ما ساعدتش وكذا كذا، ولكن كاين واحد الحل، اما هو تهربي معايا، نهربو ونمشيو نعيشو بعضياتنا ومن بعد نتزوجو. البنت باقا صغيره وما عندهاش عقل، دارت نظر ومشات معاه. واحد اللحظة من اللحظات غفلات والديها، غفلات امها، هزات حوايجها وهربات، باتت ما صبحات، مشات عند هاد الراجل هذا، يعني هاد السيد اللي طمع بالزواج، مشات عندو في النيت، مشى كرا لها واحد لابارتومو وقالها ريحي هنايا معززة مكرمة، وانا غير غادي نجمع راسي شوية والخدمة تيسر شوية ونزوج بك، دابا باقي ما قادرش انني نفتح بيت وما الى ذلك، المهم انت دابا راك اعتبري راسك بحال مراتي. مزيان البنت بقات معاه، ولكن الوالدين ديالها بقاو كيقلبوا عليا وما يقلبوا هنا 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 والو، وتقول شي واحد عرفها بانها هربات مع داك السيد اول شي حاجه، كما قلنا والديها كانوا حارسين عليها، ما عندها صحابات لا فين كتمشي لا فين كتجي لا شي حاجه، باتت ما صبحات. مزيان هو هذاك خونا كايجي تما للدرب، كايجي عند العائله ديالو، ولكن كيشوف الناس كيقلبوا ويدوروا هنا وهنا وهنا والو والو جامع الطب. مزيان المهم الناس داروا بحث لفئة عائلة عند البوليس وما الى ذلك، وبقاو كيقلبوا، والبنت باقا مع السيد. قول خونا اشنو كيدير، يعني صافي راه علاقته مشات لابعد الحدود. مزيان هنا هاد السيد هذا اشنو دار، بغيت هنا منها ويخرجها، دابا هو كيستغل البنات السدج، البنات الساذجات بحال هاد البنت هادي، هادي الخدمة ديالو. اشنو قال لها؟ قال لها شوف يا فلانه وانا راه غادي نطلق الكرة، غادي نطلق الكرة، ولكن انت خاصك تمشي تخدمي انت شويه وانا نخدم شويه ونجمع ونديرو الدار ديالنا، وهاديك الساعه غادي نتزوج بك. قالت له فاش نخدم؟ قال لها انا عندي لك الخدمه، انا كنعرف الناس سماصري اصحابي وكذا كذا، غادي نخدموك في شي فيلا، تخدمي واكله شاربه ناعسه باخر مع راسك، جمع الفلوس وانا نجمع الفلوس، المهم الدار غادي نطلقها ما نبقاش كاريه. خرجها قالت لي صافي اوكي، مشي شاف لها خدمه عند واحد الناس فواحد الفيلا، كانوا ناس لاباس عليهم، ولات خدامه عندهم. انا البنت عرفات راسها بانها حامله، قالت له راني حامله خاصك
دروبي لك غير عما قريب. قال لها مرحبا الله يا ودي، ولكن غير نجمع شويه الفلوس، هذاك الولد راه ولدي ولا بنتي وانا غنزوج بكون هانيه. وقول الخدمه ديالو شنو هي؟ الخدمه ديالو هو كيقلب على البنات اللي باقيين شويه صغارات وما عارفين في الدنيا حتى شي حاجه، كيطمعهم ياكل لهم دماغهم كيديهم وكيخدمهم، كيخدمهم في الفيلات وفي الشقق اللي هما فاخرين، وكيستغلهم كيشفروا مولين الدار، الذهب فلوس اي حاجه كيحيدها مع المولين الدار كيديها عاوتاني لدار اخرى. وكذلك مثال عاوتاني اللي حتى كيعيا من ديك البنت كيصيفطها بحالاتها كيغبر عليها كيدبر على الناس اخرين، هو هكذا عايش. هذاك الشيء اللي دار هاد البنت هادي صيفط على الناس ولا مره مره كيتلاقى بها. وهاد الناس هادو اللي خدامه عندهم كان راجل ومراته وعندهم واحد البنيه وليد باقيين غير صغارين، يعني الكبير فيهم عنده 5 سنين، يعني الدار او ديك الفيلا كتكون غير خاويه ما عندهم العساس ما كاين حتى شي حاجه. المرحله الثانيه تاع الخطه ديالو كيجي عندها وقال لها شوفي يا فلانه، بما اننا حنا خدامين بجوج، يعني انا خدام وراه ما خدام ما والو، وانت خدامه كتجمع الفلوس، السالير اللي كيعطيوها كتعطيه لي، دايره فيها الثقه وبانه راجلها المستقبلي، والناس مهلين فيها مهلين فيها، ما يعنفوها ما يضربوها ما يخاصموا عليها ما حتى شي حاجه، ويعطيوها كاع التدويره كاع من الفوق. ولا كيجي عندها في الغياب تاع مولين الدار طبيعه الحال كيدخل عندها الفيلا ويقول لها شوفي هاد الناس راه بالي لاباس عليهم، كتقول لي راه عندهم فلوس عندهم ذهب عندهم هنا هنا هنا، كيقول لها كل مره هزي شويه، مره هزي شويه فلوس، مره هزي شويه ذهب، مره هزي شي حاجه غاليه، مره هزي هادي اعطيني انا وانا غنبيع وغنجمع الفلوس. وهما ما عندهم ما يديروا، يعني اصلا ما غاديش يعقوبك، ما عندهم باش يعرفوا، واصلا الناس لاباس عليهم. السيده ولات تابعه في الخطه ديالو، مره تهز الفلوس، مره تهز الذهبات، مره تهز شي حاجه اللي غالي شارينا مالين الدار. الناس بداو كيتنكراو، كيفاش واش حنا كنتسرقوا ولا شنو؟ هما معاهم حتى شي واحد براني، وليداتهم مازالين صغارين ما عندهم عساس، كاينه غير الخدامه ما يمكنش. كتمشي الفلوس، مشي الذهب، مشي شي حاجه اللي شاريها مول الدار، ما كان اي حاجه ساويه كطير من الدار. حنا شنو داروا هاد الناس؟ كانوا ذكيين، ركبوا كاميرات بدون العلم ديال الخدامه، ركبوا كاميرات بعنايه فائقه ومشاو قالوا لي واحد النهار حنا غادي نضرب واحد النهار، مشاو يدوروا مع روسهم صافي، مشاو وراقبوها على حتى كيبان ليه مول الدار السيد جا حل فيلا او هي الحلات اللي دخل عندها وعاش الحياة مع راسو كأنه مول الدار، هو راه مولف اللي كيجي عنده وكيتصرف عادي ملي ما كيكونش مول الدار. المهم دارو كلاو شربو ضحكو نشطو، ايوا ناض كيقلب، هز ذهبات هز فليسات هز هادي هز هادي، هما غير ما كيعيقوش وصافي، ولكن مول الدار غادي يعيقو، راه فلوسهم هاديك وذهبهم هداكشي راه غادي يعيق. مزيان خدا داكشي ديالو ومشى. جاو مول الفيلا ما قالو لا حتى شي حاجة، ودارو براسهم ما عاقو حتى بشي حاجة، مشاو ديريكتومو هداك التسجيل حيدوه ومشاو عند البوليس. مشاو عند البوليس وراهم التسجيل وشنو كاين شنو كاين شنو كاين، جاو لقاو القبض على هديك الخدامة، قالو لها دابا غتصلي بيا غادي يجي. جا هداك خونا لقاو عليه القبض حتى هويا، هنا فين غتفرقع الرمانة وغادي يعرفوه بأنه كيوظف بزاف تاع البنات وما عندوش غير هاد البنت، عندو مع شي 4 مع 5 البنات آخرين، كل وحدة فيلا كل وحدة شقها فاخرة أو ليش حاجة، وكيضحك ليهم ملي كيعيا منهم وكيصادح الأمر ديالو كيسمح فيهم وكيغبر لي الآثر. المهم نورا هادشي كامل، هاد البنت وهاد السيد هذا تقدموا العدالة ودخلوا السجن، هو تحكم ب10 سنين ديال الحبس بينما هي البنت تحكمات ب4 سنين ديال الحبس. ولدات هذيك البنية ديالها اللي كانت حاملة بها في السجن، وبطبيعة الحال ما تزوج بها ما والو، ملي خرجت من السجن بطبيعة الحال غتندم، ولكن من بعداش حتى فات الفوت والديها سمحوا فيها ملي عرفوها دارت هادشي هذا كامل. الولد هو يعترف بيه كاع، ولكن هو راه ما تزوجش بها، هو راه باقي في السجن. ايوا حياته ضاعت على والو، على ود واحد الوهم كان تابعه، اولا النية ديالها اللي كانت مسكينة نية بزاف، اولا هي ساذجة، او الله اعلم. المهم البنات خاصهم ياخذوا الحيطة والحذر من هاد النوع تاع البشر، اللي باغي المعقول راه كيجي للدار ديريكتومون عند الوالدين ديالك وكيهضر فيك بالمعقول، ما باغيش المعقول راه غير كيتفلى هذاك. هذه هي النهايه ديال الحلقه ديال اليوم، كنتمنى انها تنال الرضا ديالكم، والله يرحم لكم الوالدين على حسن الاصغاء والمتابعه، ودمتم اوفياء القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.